مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. وكما عودناكم في كل حلقة بين نستضيف سيدة أعمال ناجحة، ومن زاوية سيدات الأعمال الأكثر نجاحا نرحب معي بمدام عواطف رميثي صاحبة ومؤسسة الدرزي. بداية أسعد الله أوقاتك. يا هلا وسهلا، يا أهلا وسهلا مرحبا فيك سيدة. مدام. في البداية حابين نتعرف عليك ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية وكيف جت لك فكرة تأسيس المشروع. طبعاً اسمي عواطف رميثي، صاحبة الدرزي أتيلير. جتني بداية فكرة المشروع، أنا أحب كنت أصمم لنفسي، وكان هالتصميم عندي يعني ومقلبس يلاقي إعجاب من الأهل والأصدقاء، فطورت هالشيء. بديت أشتغل على قطع بسيطة في البيت، وبعدها جتني فكرة أن أنا ليش ما يكون عندي محل خاص فيه أبرز فيه هذه الموهبة، أو أطور من نفسي لغاية إن شاء الله ما أوصل للهدف المنشود إن شاء الله. جميل جدا. مدام عواطف، كلميني أكثر عن التصاميم هنا في الدرزي، شو عم توفري للسوق؟ إحنا نصمم جميع الأشياء على حسب السيزنز، يعني مثلا في موسم الأعياد، في رمضان، عندك مثلا في موسم رمضان يتطلب القفطان العربي، فإحنا نصمم هالأشياء في هالفترة. بعدها موسم الأعياد الفساتين، يعني ما نحصر نفسنا في زاوية معينة. الأتيلير مفتوح لجميع أنواع الديزاينات النسائية. جميل. مدام حابين نعرف سر التميز، كيف قدرتوا تكسبوا ثقة العملاء ويتعاملوا معكم مرة واثنين وثلاثة؟ احنا طبعا نخدم عملاء في جميع الأشياء، مثلا أنا أوفر للعميل مش مجرد الخياطة، ممكن أوفر حتى قطعة القماش، أساعد العميلة في التصميم، ممكن احنا نغير في الموديلات، في أفكار جديدة. اهي نعم. يعني إذا احتجنا احنا مثلا العميلة عندها صعوبة في اختيار، تساعدونها، نساعدها، فهالشيء يخلي العميل انه يكون لويال ويرجع لك مرة أكيد ثانية. أكيد صحيح. طبعا الكواليتي برضو طبعا أهم شيء، الكواليتي. احنا دائما في قطعنا نتميز ان احنا ناخذ الأجود الأقمشة، يعني دائما أتوجه للمحلات اللي فيها تبيع أقمشة من ذات الجودة العالية. ممتاز جدا. مدام كسيدة أعمال ناجحة، حابين نعرف نظرة المستقبلية لك بعد 3 سنوات. طبعا كل إنسان يبتدي مشروع يكون عنده طموح. أنا أكيد. طموحي أن أنا أكبر من اسم الدرزي، أو تكون لي يعني ماركة باسم الدرزي، فتبرز في السوق، نتميز بتصاميمنا. حاليا أنا يمكن التصاميم عندي يعني ما في تصميم معين أو لاين معين، فالتوجه أن أنا يكون عندي لاين معين باسم الدرسي بإذن الله. وأكيد نتمنى لك التوفيق والنجاح بإذن الله، وتكبر ونشوفكم في 7 إمارات بإذن الله إن شاء الله. أكيد. مدام عواطف، حابين نسمع منك رسالة أو نصيحة لكل امرأة حابة تخوض غمار الاستثمار، شو تحب تقدمي لها نصيحة؟ أول شيء لازم يكون المشروع مدروس دراسة صحيحة، يعني عشان الواحد بس ما يدخل المشروع وبعدين يكتشف أنه ما يقدر يكمل ويرجع. طبعا مثل ما قلنا دراسة الجدوى لازم تكون موجودة، ويجب على الشخص أنه يبتدي تدريجيا. أكيد. طبعا يعني إذا بديت تدريج بالتدريج تبتدي صح، بفضل دعم الأهل والأصدقاء. طبعا هالشيء جدا ضروري في أكيد. المراحل الأولى في المشروع عشان الواحد يكبر تدريجيا. أكيد. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا مدام عواطف لرسالتك، ونتمنى التوفيق للجميع بإذن الله إن شاء الله. مدام احنا عايشين في بلد الأمن والأمان، شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة ما قصروا معنا، وفرونا الأمن والأمان والدعم اللامتناهي. حابين نسمع منك رسالة شكر لشيوخ الدولة. طبعا أنا أشكر الشيوخ، لأن أنا أول ما بديت المشروع حصل دعم من شيوخنا، مؤسسة الشيخ محمد بن راشد، الرخصة التجارية أصدرتها من عن طريق المؤسسة، وكان فيها كل الدعم عن طريق الخصومات اللي على الرسوم الموجودة على الرخصة، فهالشيء جدا طبعا حفزني أني أنا أستمر وأني أنا أدخل في المشروع وأكمل. أكيد. شكرا لسالتك، وأكيد متمنى دوام نعمة الأمن والأمان، والله يطول في أعمار شيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة. آمين. قبل ما أختم البرنامج حاب أعرف الموقع الجغرافي للدرزي. المحل موجود في جميرة بلازا، طبعا شارع جميرة شارع حيوي، فعشان شيء أنا فكرت أنه يكون محلي في مركز جميرة بلازا، محل رقم 5، وطبعا الباركينج متوفر وأفيلبل، والوقت بعد كذلك مناسب للجميع. مشاهدي الكرام، أرقام التواصل والموقع الجغرافي أسفل الشاشة. مدام عواطف شكرا كثير لاستضافتك، ونتمنى لك التوفيق والنجاح بإذن الله.
مشاهدي الكرام، ولهنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.